استاذ سمير تفضل. بس طبعا اخوي جابر من مقهى العافوري تفضل، يعني ايضا اخوي جابر يبي تفضل. يا جابر تعال سمير هالصوت. هذا مقهى العافور. العافور عنده عافور، الله يرحم عبد الحسين، مسلسل العافور. هم صايدين الاسم جابر، مو سهل. حياك الله يا جابر، عطنا العنوان خلينا نجيب. سلام. يا هلا يا هلا يا هلا يا حياك الله. الله ابو جابر مو تعفر فينا. هلا جابر حياك الله يحييك. هلا جابر تفضل. جابر تعال صوبي حياك. يا رحب فيك جابر، حياك الله. الله يحييك. احنا اول شيء شاكرين لكم على البادره بتكريم حكامنا. الله يسلمك. اي والله اشكر اخوي، انا خلف المانع امانه يعني، ويمكن متواصلين معاي الشباب ما قصر ويا اخوي علي، ونشكركم انتم في مقهى العافور. للامانه اول شيء انا لا رجال اعمال ولا شيء. انزين بس الحكام اللي اداروا النهائي، وسمعت ان اول طاغم خليجي يحكم كويتي يحكم نهائي. نهائي في كاس الخليج. اي مو لعبات عاديه. ايه. والله اني احتريت من داخلي. كفو عليك. كفو عليك. وانا يعني اقدم لهم كل حكم $1,000. كفو. حكم الساحه الله. ومساعد اول فارس الشمري. الله يجزاك خير. ويعقوب سهيل $1,000 حبيبي. للأمانة على إبداعهم بالمباراة اللي أداروها النهائية. نعم. ويستاهلون أكثر ويسامحونا على القصور. الله يسلمك، جزاك الله خير على وجودك وتواصلك. فتفضل كرمهم. وأنا أشكر البرنامج أول شيء حبيبي، لأن ما حد نادى الحكام وكرمهم. يستاهلون. يستاهلون والله. ولا غنات قال يعني قالوا ابدع او كرموهم او شيء يعني، ولا كلمه الا قناه العداله للامانه اللي كرموهم، وانا تعمدت اني اكرمهم بالبرنامج. الله يحفظك. كفو عليك. علشان اي والله علشان الناس الثانيه تتحرك. لا لا. يعني حتى لو يعني حتى لو اي رجال اعمال ولا يعني انا اتكلم منادات لهم، شنو يعني؟ خلي يجيك الديوانيه وكاميرا وتصور كرمهم. يستاهلون. والله العظيم يستاهلون يا جماعه. يستاهلون. يعني يتعبون. اي والله. فاحنا شاكرين لك. مشكور وما قصر. حبيبي يا جابر. مشكور يا اخوي. مشكور ما قصر. مساعد اول فارس يستاهل. يستاهل يا ابو الباقي راز مخرجنا. ويعقوب السهل. احنا مستمرين مشاهدي الكرام في التكريم. اذا سمير تفضل. طبعا في دروع ايضا من برنامج اللوبي يقدمها اخوي حسين شعبان. بس شوف بالاسماء سمير، افتح واحد واحد يصير احنا نشاركهم. ايه ان شاء الله. ان شاء الله بصقر الاسماء. بس اقرا سمير الاسم ولا ما تعرف تقرا سمير بعد؟ فارس. يلا اوكي. لا بس كان فارس. لا 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 والله لا لا خلاص خل الكابتن علي ما دام الكابتن علي الوسطي لان الساحه شكله. وبعدين بعدين اكبر من يعقوب عيل علي الاخير. يبا عطوا قلاص. يستاهل. باك جراوند شغال مخرجنا. الكويت واحنا معاها كلنا الغلاها جينا نغني في حبها. الكويت دولة ما تنحني لا فيها رجال تحبها. الكويت واحنا معاها كلنا الغلاها جينا نغني في حبها. هنا 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 اصبح المجد هنا. طبعا هذا فارس. لا بس يلا اوكي. لا يعقوب كلنا يا غرانا وحبنا جعل كل عمر جهنا. يا الكويت دولة ما تنحني لا فيها رجال تحبها. وهذا تكريم مادي $1,000 من القناة. تستاهل يا كابتن فارس. اي والله. الحين بدر وحسين. بدر وحسين يلا حق يعقوب.
تاهل يعقوب، يعقوب السيد حكمنا يا غمان وحبنا جعلك الظرف اللي تاخذ فيه محمد مال الكد طبعا، وهذا تكريم مبلغ بسيط يعني، وسامحونا من القصور ما جيت بقصور. طبعا اخوي حسن خواجة من اعتقد بوتيك يعني قدم لكم دعوه لفندق سفير حبيبي، ايضا لكم انتم الثلاثه يعقوب. يعقوب يعقوب مشكور حسن خواجة. يعقوب حط لك على الظرف اللي فيه فلوس. طبعا الاخوان في سراي والابتكار سمير ترى قعدود الابتكار مخرجنا ما يبي يشغل الباك جراوند ما ادري زعلان يعني ارفع شوي ما يخالف. هذا عصير عبد الرضا. اي عصير عبد الرضا سمير. طبعا الاخوان في سراي ايضا قدموا لكم مجموعه من العطور. الاخوان في الابتكار ايضا الابتكار قدموا لكم ايضا سراي فارس عطورات عشان تعطر روحك في عشان وانت تلعب المباراه تكون متعطر. وهذا الابتكار شاديش خامات. يلا شلنا عنكم 10 دنانير. ايضا في تكريم لحسين شعبان من سراي والاخوي جابر ايضا يستاهل. يستاهل والله. بدر دريع وين بدر دريع؟ وبدر دريع اي وبدر دريع حاضر جايبين جايبين. انا بغيت اروح انا وياه نشتري خامات بس يستاهل. شاف كذا تعال ليله عندنا. انا اعطي بدر. يلا يلا بصير. اعطي بدر فاعطي حق بدر. حسين شعبان. لا 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 حسين شعبان. حسين شعبان يستاهلون والله. وعلي هذا من سراي وزعنا على الكل وانت واحد تسلم مشكور. وهاي خامات تقدر تسوي منهم شو اسمه شاديش حلوين ترى خامات جيده صراحه. اي والله انا جزاك الله خير. بدر دري ترى تقدر تفصل منهم رايه فارس. مشكور على حضورك. بدر دري مشكور على حضورك اليوم وانا متعمد جاي لك عشان لا تعاني كابتن بدر دري. وهذه خامات لحظه ايضا جابر كرمال الاخ منطق نصار يستاهل. مشكور اخوي جابر ما قصر عشان تعرفون كرم كرم اللوبي والله هذا والله والله من خير والله. والله محمد يعني لما تكلم بتكريمنا احنا من داخلنا استانسنا بهالكلام. تستاهلون اي والله يعني تدري اي اي يعني والله ما قصر والله تستاهلون. ودخل يا ابو حمد حبيبي يا كابتن علي وعلى راسي وانت اخواني انا اللي اتشرف فيكم والله احنا لنا الشرف واحنا سعداء بوجودكم فيما بيننا. ايضا الاخوان في اجراس الاسطوره قدموا لكل واحد فيكم. اخوي قاسم خزعل ايضا متواصل معاي قدم لكل واحد فيكم سله ايضا فاكهه راح توصل كل واحد فيكم البيت ان شاء الله. شيء عنوان العبور حاضر العبور راح يوصل. بشكر اخوي قاسم خزعل واجراس الاسطوره امانه اللي قدموا يعني هذه ايضا سله لكل حكم ايضا مشكور وما قصرت. شوف شوف السله اي والله كذي عاد سله عاد توصل عاد انا كان لي راي بس ما اقدر اقول انا قاعد العب.